ده حيكون عبارة عن شرح للسكالة المصل الفسيولوجي. هلا هذا الفصل، هذا الجزء حيكون متكون، طبعا رح نحكي عن اكثر من مصل انواع، بس رئيسيا سكالة المصل. هلا قبل ما نبدا نحكي عن وظيفتها لازم نعرف ايش اجزائها. هلا هاي الصورة مو من السلايدات، انا زدتها من عندي من الكتاب، فلانه شوي اوضح تقريبا عشان ابين لكم الاجزاء من اكبر لاصغر، تمام؟ وهي هذا اللي شرح عليه الدكتور، يعني هذا المطلوب منكم من السلايدات. هلا اول شيء بدكم تعرفوا انه ايش عن المصل، تمام؟ سكالة المصل. المصل لايش تنقسم؟ مجموعة من المصل فايبرز. إذا بناخذ نحن بدنا ناخذ ايش؟ السنجل مصل فايبر. زي ما هون عامل، هو على طول نطلكم على ايش؟ على المصل فايبر، السنجل مصل فايبر. هلا نحن ايش بنقدر نسميها بنفس الوقت؟ أو مصل سل. بس قلت لكم خلية مصل، يعني مصل سل أو مصل فايبر نفس المعنى، تمام؟ هلا أي خلية بتتكون من ايش؟ بكون عندها عادة أنوية أو نوية، حسب هون بهاي الحالة بكون عندها أنوية متعددة، وبكون عندها ايش؟ سل ممبرين، تمام؟ لهون سوري هي هون، فهي bundle of muscle fibers. بعطونا بناخذ بدنا muscle fiber واحد اللي هي نفسها بتكون عبارة عن سل وفيها nuclei وفيها ايش؟ plasma membrane. هات البلازما membrane نحن ايش بنسميه؟ بنسميه ساكرومالا، تمام؟ هي اسمه هون على الصورة. هلا هاي ساكرومالا عبارة عن ايش؟ it covers the muscle fiber، كويس؟ هلا هاي الساكرومالا بدكم تعرفوا ان ايش؟ at some point بصير لها زي invaginations، يعني انثناءات. فزي ما انتم شايفين طلعوا اللي هي هذا الجزء اللون اللي لونه اصفر تقريبا، هذا بنسميه transverse tubules او تي tubules للاختصار. هدول عباره عن ايش؟ continuation للساكرومالا، يعني مش ماده جديده او هيك، عباره عن الساكرومالا عملت انتناءات يعني بنفسها فيما بينها وعملت لنا ايش؟ تي tubules. اوكي، لهم وظيفه وبعدين بنحكي عنهم، بس كمبدا بدكم تعرفوا الاجزاء. فلهلا ايش بدنا ايش عرفنا؟ المصل بتكون من muscle fibers اللي هي بنسميها مصل سل كمان، والمصل الفايبر بتتكون من نوكليوي وساكرومالا، والساكرومالا بتعمل لنا تي توبيولز او ترانسفيرس توبيولز، كويس لهون. هلا بدكم تعرفوا اشي تاني. هلا المصل فايبر بتكون من ايش؟ المصل فايبر بتكون من ايش؟ من اكثر من مايوفايبرل. هدول زي ما انتم شايفين المايوفايبرل كمان بدكم تعرفوا انه بتكون من مايوفيلمنتس، بس هلا ركزوا معي هون. هلا هدول المايوفايبرلز بكونوهم ايش؟ المسل فانكشنال يونت، اللي هو هون بيصير وظيفه اللي نحن بدنا نتعلمها كلها، يعني هاي اللي هي المنطقه الرئيسيه اللي ريسبونسبل للكونتراكشن، اوكي؟ اللي هو انقباض العضلات، اوكي؟ اللي هي هلا كل هذا الشرح حيكون عن ايش؟ حيكون كله عن المسل فانكشنال يونت اللي هو اهم شيء. هلا المسل فانكشنال تقول ريسبونسبل فور كونتراكشن، ايش كمان بنسميها؟ ساكرومير. فلهلا وصلنا لايش؟ اعدلكم، مسل bundle of muscle fibers او يعني muscle fiber فيها nuclei وساكرومالا، ساكرومالا بتعملنا تي tubules، والmuscle fiber بتكون من myofibrils، المايوفايبرز بتكونوا من اكثر من ساكرومير، من many ساكروميرز، تمام؟ اللي هم عباره عن ايش؟ muscle functional unit responsible for contraction. هيك بكون هيك لخص كل شيء حكيته لهلا. هل الساكرومير من ايش بتكون؟ ساكرومير بتكون من ثلاث بروتينات رئيسيه. ايش هي؟ أول إشي عنا الزد ديسك أو زي ديسك، زي ما بتكون في ناس بسموها حتى زي لاين، أوكي؟ اللي هي زي من اسمها زد زي، يعني إيش؟ زي زيجزاج عاملة، زي حرف الزد، اللي هو هذا الجزء. بتكون تعرفوا طبعاً الأجزاء وينهم هيك، فهي الزد ديسك أو الزد لاين. وكمان بنفس الوقت بتتكون من إيش؟ أكتين ومايوسين، أوكي؟ هلأ نحن بدل ما نحكيهم أكتين ومايوسين نحكيهم عن إيش؟ ثيك فيلمنت وثين فيلمنت، واحدة سميكة وواحدة إيش؟ نحيفة. هلا اللي بتكون سميك الثيك اللي هي بنسميها المايوسين، اللي هي بتيجي هذا الجزء. الثن اللي هو باللون الازرق هون بنسميه ايش؟ الاكتين اللي هو. بس انتم ما تحفظوا هيك، احفظوا زي ما مكتوب بصوره انه ثيك فيلمنت وثن فيلمنت، كويس لهون. هلا بدكم تعرفوا ايش؟ هلا انا بدي احكي لكم قلت لكم كل شيء بصوره عشان ما اكون منقصه اي شيء. هلا هون بدكم تعرفوا انه ايش الساكرومير. هلا صح بتكون من زد ديسك وثيك وثن فيلمنت، بدكم تعرفوا انه بنسمي هاي المنطقه هلا من يعني هاي المنطقة بنسميها اي باند وهاي المنطقة بنسميها اي باند، بس اعرفوا الصورة ان كيس لو جبلكم انه ايش هذا الجزء انه ما تبلموا بالامتحان تكونوا عارفينه. هلا الساكرومير عبارة عن ايش؟ من زد ديسك لزد ديسك، يعني من هون لهون هاي ساكرومير واحدة، جيبوا كمان واحدة من زد ديسك لزد ديسك هاي واحدة ثانية وهكذا، اوكي؟ هلا نيجي لايش؟ عرفنا انه الساكرومير بتكون من زد ديسك وثيك وثين فيلمنتس. هلا بدنا نحكي عن من ايش بتكون الاكتين والمي التيك والثن فيلمنتس. هلا الثيك فيلمنت بتكون من ايش؟ مايوسين،
تمام، اللي هي نفس الميوسين. وإيش بتتضمن خلالها؟ بتتكون من ميوسين هدس، وزي ما قلت لكم هلا لقدام هنحكي يعني بالتفاصيل كل وحدة إيش بتعمل وإيش بتساوي وإيش وظيفتها بعملية الانقباض أو الكونتراكشن. بس مبدئياً اللي هلا بدي إياكم تعرفوه إن الميوسين فيه بكون ميوسين هدس، والميوسين هدس هم الريسبونسبل فور كونتراكشن، والفانكشن تبعتها إنه بايندينج تو أكتين، هي بتربط الأكتين. وكمان بتكون تعرفوا إنه عندها الـ ATPase اللي عبارة عن إيش؟ هذا الـ ATPase مسؤول إنه يعمل هيدروليسيس للـ ATP، بحلل الـ ATP، أوكي؟ لأنه بنحتاج أصلاً الـ ATP للـ contraction. لقدام تفهموا أكتر. هلأ كمان إشي، الـ thin filament من إيش بتكون؟ الـ thin filament بتكون من أول إشي، من هما 3 proteins. أول إشي عندنا إيش؟ الـ troponin complex أو troponin، ومعنا الـ tropomyosin والأكتين. وهلأ في عندي كمان جبت لكم صورة أوضح عشان هون شوي مش كتير واضح. تمام، فمن أكتين، تروبينين كومبلكس وتروبوميسين. إن شاء الله هون ليكون تمام. خليني أعدلكم إياه كمان للتأكيد. تمام، بتكون من إيش؟ مصل، بعدين عنا مصل فايبر، بعدين عنا بغطيها الساكرومالا. ساكرومالا بعملنا التي توبيولز أو ترانسفيرس توبيولز. بعدين بصير عنا المايوفايبرلز، أكثر من مايوفايبرل طبعا، في خلالهم في عنا مايوفيلمنتس. المايوفايبرل من ايش بتكون؟ من ماني ساكروميرز. ساكرومير من ايش بتكون؟ بتكون من ثيك فيلمنتس، ثين فيلمنتس، وزد ديسك. الزد ديسك اللي هو بيكون يعني من خلاله بيبدا وبنتهي الساكرومير، والثيك فيلمنت اللي هو عباره عن المايوسين اللي فيه المايوسين هاتس اللي حكينا انه هم ريسبونسبل فور كونتراكشن، والفانكشن تبعه انه هو بيرتبط مع الاكتين، وبكون عنده اي تي بيز عشان يعمل لنا هيدروليسيس للاي تي بي. والثين فيلمنت بتكون من 3 بروتينز اللي هو الاكتين، تروبوميسين، وتروبونين كومبلكس. تمام، هلا في ايش كم تعرفوا انه هلا اكيد هاي زي ما قلنا ان المسل فايبر نفسها مسل سل، يعني اعتبرها خليه، اوكي؟ فطبيعي انه الخليه حيكون فيها ايش؟ اورجانلز، عضيات. هلا ايش هدول العضيات اللي مركزين عليها؟ حيكون عندنا ماني ميتوكوندريا، كثير عندنا بكون ميتوكوندرياز. ليه؟ عشان منطقيا انه المنطقه هاي بتحتاج ايش؟ وي نيد انرجي عشان نعمل عمليه كونتراكشن، فعشان ات بروديوسز انرجي بيكون عددها كثير زي ما انتم شايفين حتى بالصوره طلعوا كميتها. كمان بكون عندنا ساركوبلازميك ريتيكولم. ايش معنى ساركوبلازميك ريتيكولم؟ عباره عن ممبرين باوند ستراكشر، يعني بكون ستراكشر ملزق بالممبرين، اوكي؟ عشان هيك سميناه الممبرين اسمه ساركولما، عشان هيك سميناه ساركوبلازميك ريتيكولم. ليه سميناه بلازميك ريتيكولم اخرته؟ لانه بيشبه الاندوبلازميك ريتيكولم نوعا ما، فسميناهم ساركوبلازميك ريتيكولم. والفانكشن الرئيسيه تبعتها ايش؟ بتخزن عنا الكالسيوم، وكثير مهم الكالسيوم لعمليه الكونتراكشن، وهلا حتشوفوا كيف. ثالث شيء مهم انه الترانسفيرس توبيولز، حكيت لكم عنهم التي توبيولز. ليه مهمين كثير؟ وزي ما انتم شايفين هم عباره عن انفاجينيشن للساركولما، بيكوز ات كاريز الاكشن بوتنشال. تمام، فإت كاريز الأكشن بوتنشال إنسايد المايكروفايبرز، عشان توصل، عشان ننقل للمايكروفايبرز الأكشن بوتنشال وتصير كل عملية الانقباض. تمام لهون. هلأ بدنا نحكي عن إيش؟ بدنا نحكي عن العملية الإكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج، أوكي؟ اللي هي عبارة عن إيش؟ بتحول الأكشن بوتنشال من أن إلكتريك يعني سيجنال لإيش؟ ميكانيكال. تخليها عملية من بسم الله الرحمن الرحيم نعجقت، من كهربائيه او يعني الكتريكال لا ميكانيكال، ميكانيكيه انه تحرك العضله هاي او تنقبض او هيك. هلا انا جبت لكم كمان صورتين نوعا ما، هاي معجوق الحكي داخل مع الصور وهيك، هاي شوي اوضح. بس قبل بس افرجيكم هاي الصوره. هلا هاي الصوره اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن كمان هاي من عندي من الكتاب يعني. هاي عباره عن ايش؟ انه مكبره للثيك فيلمنتس اللي هي ثين فيلمنتس اللي هي ايش؟ هذا اللي باللون الاورنج الكرات زي ما انتم شايفين هاي عباره عن الاكتين. هاي زي الخيط عامل اسمه تروبوميسين اللي هو ثاني بروتين حكينا عنه. الكرات باللون البنفسجي هم تروبونين كومبلكس. تمام، هلا هدول اذا انتم شايفين انه بالتروبونين كومبلكس في زي عندنا هون انه منطقه جراي، هاي المنطقه اللي هي الكالسيوم بايندينج سايتس، برتبط فيهم الكالسيوم، اوكي؟ لهي بالحاله الطبيعيه هون بكون ايش؟ انه ما عم بصير عنا انقباض عادي، العضلات راخيه، اوكي؟ وهاي المنطقه اذا انتم شايفين هون اوضح، هاي المنطقه اللي هي المايوسين بايندينج سايت، هون ترتبط المايوسين هيدز. تمام، بس ايش المشكله زي ما انتم شايفين لما يكون اترست
لما يكون ما عندنا انقباض بيكون تروبوميسين مغطي الميسين بايندينج سايت. هذا إشي كتير مهم تعرفوه، لأنه هلا يعني العملية اللي هلا حنحكيها. هلا أول إشي بدكم تعرفوه بصير إنه زي ما حكينا بزمان بالجزء اللي قبله، بيجي عنا عادي، بيجي عنا عند الساينابس أو السينابس إيش بصير عنا؟ بيجي هاي الأكسون تيرمينال، بدنا نقول الأكسون بوتنشل من هون يعني من البري للبوست. وبهاي الحالة بما إنه النيورون عم بلتقي مع مسل، إيش بنسمي هاي الجنكشن؟ بنسمي نيورو ماسكولر جنكشن. مهم تعرفوه، مو مكتوب بس حكى الدكتور. فاسمه نيورو ماسكولر جنكشن لما يلتقي موتر نيورون، هذا طبعا موتر لأنه دخل بالحركة النيورون، بلتقي مع إيش؟ هون في عنا كلافت وهون عنا مسل، هذا بنسميه نيورو ماسكولر جنكشن، التقاء بين النيورون والمسل. تمام. هلا إيش تكون تعرفوا؟ عادي بتصير عملية هون طبيعي، إنه بيجي الأكشن بوتنشل وكل هذيك العمليات اللي حكينا عنها، هاي الفاسكولز بكون جواتها ال بسم الله الأسيتيلكولين، بدخل عنا الكالسيوم هون، بيصير عنا الأسيتيلكولين اتفيوزز مع السمن بين، يعني عارفين هاي العملية كلها، هي حتى اللي بده إياها بتكون موجودة بهذا السلايد. تمام. اللي هي كل هاي العملية بتصير، بس إيش بدل ما نحكي هون بوست سينابتيك ممبرين، اللي هو بكون البوست سينابتيك ممبرين تبع إيش؟ المصل. تمام. دي أنا أرجع لهناك. أوكي. فهون إيش بكون صار؟ هاي الساكرومالا اللي هو السلم بوست سينابتيك ممبرين اعتبروه، فهي الساكرومالا إيش بصير عنا؟ هلأ بيجي بتروح بتنتقل الأسيتيلكولين اللي هون حكيين إنه نيورو ترانسميتر، it's released and diffuses when across the synaptic cleft. هاي synaptic cleft بنتقل لوين؟ لا الأسيتيلكولين ريسبتورز، وبرتبط فيهم. ايش بصير عنا هون؟ هلا ركزوا معي عشان حاحكي العمليه اول إشي على السريع، بعدين يعني حاحكيها اول إشي تفاصيل بعدين على السريع، والخص لكم اياها من الاخر عشان تفهموا كل إشي. هلا زي ما حكينا بتصير هاي اول عمليه، وبرتبط الأسيتيلكولين بالريسبتورز، وبدخل عنا ايش؟ الصوديوم لداخل السيل ممبرين الساكرومالا يعني، وبصير عنا ايش؟ ات انيشيتس ان اكشن بوتنشال. تمام. هلا النت انتري اوف، هلا تبعوا انتم مع الخطوات، النت انتري اوف ان اي بلس انيشيتس ان اكشن بوتنشال، فنقلنا الاكشن بوتنشال. هلا اتس بروبيجيتد الونج ذا ساكرومالا. بتتذكروا الصوره، صعب هلا ارجع لها، الصوره اللي هي كانت عباره عن انه كيف بنتقل من النيورون، اللي كان عباره عن ثلاث مناطق، حطوا لك اول شيء دي بولاريزيشن، بعدين اللي وراها بتلها ري بولاريزيشن، يعني بتصير هاول اتش دي بولاريزيشن بعدين ري بولاريزيشن بعدين بترجع عادي، واللي وراها بنفس الوقت يعني بنتقل. تتذكروا عمليه بروبيجيشن، نفس الاشي بصير، ما بتختلف بالساكرومالو. فايش بصير عندنا؟ بس تدخل الصوديوم بصير عندنا اكشن بوتنشال، واتس بروبيجيتد along the ساكرومالو وداون ذا تي توبيلز، اصلا تي توبيلز هي جزء من الساكرومالو. تمام. فايش بصير عندنا؟ بتنتقل لهون، المفروض تمام زي النيورونز ما اختلفت. هلا ايش بصير عندنا بعدين؟ بعد ما تكون انتقلت الاكشن بوتنشال بالتي تيوبيول activates، بكون عندنا ايش؟ هذا مهم تعرفوه، voltage sensitive receptors اللي هم للكالسيوم. فهدول ايش بكون؟ voltage gated، زي ما حكينا كمان اول اشي بكونوا حساسين للفولتج. لما صار عندنا action potential، صار عندنا depolarization، ادى لايش؟ فتح قنوات الكالسيوم اللي هم voltage gated، ف it's released من it's released من الterminal cistern اللي هو قاعدين بحكي لكم كاجزاء لإيش؟ طبعا يعني انتريست من وين كانوا مخزنين؟ بإيش؟ بالساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو اختصارها SR عشان نختصر الموضوع. فبتفتح قنوات الكالسيوم، بتنتقل من محل ما كانوا مخزنين، هي الـ SR، من محل ما كانوا مخزنين بالـ SR لوين؟ للسيتوسول. كويس لهون. هلا ثالث إشي بيصير، هلا عنا اول اللي هو ايش اصلا؟ باي ذا واي بالسيتوسول اظن يعني من للمايوفايبرز، من المايوفايبرز للساكرومييز، وخصوصا وين؟ عند الاكتين. كويس. هلا ايش بصير عنا؟ كالسيوم ايونز بايند لوين؟ للتروبونين. هلا نرجع لهي الصوره، ايش صار عنا؟ هلا هاي بالحاله الطبيعيه، لما صار عنا كالسيوم ايش عمل الكالسيوم؟ ات بايندز للكالسيوم بايندينج سايتس اللي هم هون. لما ات بايندز لما يصير عنا بايندينج بين الكالسيوم والكالسيوم بايندينج سايتس، ايش عملت لنا؟ هلا it causes التروبونين كومبلكس to change shape، فit dislodges التروبوميسين from the myosin binding sites، وبالتالي بتفتح الميوسين binding sites انه يقدر ايش؟ يقدر الميوسين هادز يرتبط مع الاكتين. فاهمين علي؟
فلما اجت ارتبطت الكالسيوم مع البايندينج سايت تبعونها زي انها غيرت في الشيب تبع التروبوميسين، فبالتالي انه غيرت يعني زاحتهم عن محل ما كانت مغطيه المايسين بايندينج سايت، فهلا صار ايش؟ صار قابل انه هلا يجي يرتبط فيه الاكتين. نرجع للصوره زي ما هون مكتوب انه الكالسيوم ايونز بايند للتروبونين، غير التروبونين الشيب تبعه، فبالتالي it removed the blocking action of tropomyosin. فايش صار عنا؟ الاكتين اكتيف سايتس ار اكسبوزد، صرنا نقدر انه نرتبط فيهم. هلا ايش صار عنا هون بهاي الصوره؟ هاي اخذناها كمان اذا بتتذكروا وقت التوجيهي. اوكي هون بصير عنا ايش؟ عملت الكونتراكشن. كيف يعني؟ هلا المايوسين هيدز هاي جبت لكم كمان صوره، هلا هذا مش مطلوب منكم بالتفاصيل، بس عشان تفهموا على السريع اقول لكم اياه على السريع. المايوسين هيد بيكون ايش؟ بيكون مرتبط باي تي بي، بيجي بصير عندنا ايش؟ هايدروليسيس. مو ان المايوسين هيد هذا حكى الدكتور مهم، حكى انه المايوسين هيد بيكون عنده الاي تي بيز، فبعمل هايدروليزيشن للاي تي بي، بالتالي بصير عندنا اي دي بي والفوسفات، فبصير ايش؟ بصير عندها انرجي، بتروح ترتبط بعد ما صار هاي اكسبوز، بتروح ترتبط بالثين فيلمنت اللي هو الاكتين، تعملنا مش مهم بس يعني حكى انكيس بعمل كروس بريدج. اوكي بتعمل زي كانها جسر عشان تصير ايش؟ عمليه الكونتراكشن. تمام. وبعدين هلا عشان الميوسين هيد تنفصل عنه لازم يصير عندنا ايش؟ نعطيه كمان مره اي تي بي عشان الميوسين هيد ترتبط بالاي تي بي بدل ما انه عشان تترك الاكتين. هلا زي ما انتم شايفين هون ميوسين هيد alternately attach قلنا لوين؟ للاكتين. وذي ديتاتش قلنا ديتاتش كيف؟ لازم نعطيهم ايش؟ اي تي بي. هلا pulling the actin filaments toward the center of the sarcomere، فبتدفش الاكتين لما ترتبط زي كانها بتزيح الاكتين towards the center of the sarcomere. وايش؟ release of energy قلنا كيف؟ من خلال الاي تي بي hydrolysis powers the cycling process. زي ما هاي الصوره خليها عندكم، وينها؟ خليها عندكم كمصدر عشان هيك حطيتلكم اياها اكيد تستفيدوا منها اذا ما كنتوش فاهمين بالضبط بالحرف ايش بتصير، لانه هاي لحالها عمليه. انه احكي لكم اياها على السريع، انه زي ما قلنا الميوسين هاد بكون باوند للاي تي بي، بتكون لو انرجي، بعدين بصير عندنا هيدروليسيس للاي تي بي، بصير عندنا اي دي بي والفوسفيت، بعديها بصير بيرتبطوا ببعض بصير عندنا كروس بريدج، بعديها ايش بصير عندنا؟ شو اسمه؟ ات سلايدز الاكتين لوين؟ للسنتر، عملت لنا عمليه الانقباض، وات موفز توورز ذا سنتر اوف ذا ساكرومير، فبصير ايش؟ لو انرجي، بنعطيها اي تي بي عشان تنفصل عن الايش؟ عن الاكتين، وبتضلها تعيد العمليه، عشان هيك بنسميها سايكل. وهي كمان عشان صوره كمان تساعدكم انه انتم تخيلوا كيف الثين فيلمنتس اللي هم هدول انه بندفشوا لجوا، اوكي؟ عشان يصير عندنا عمليه الانقباض. نرجع هلا ايش بصير عندنا؟ قلنا صار عندنا ديتاتشمنت، اوكي؟ هلا بعد عملية طبعا ديتاتشمنت ايش بصير عندنا؟ وي ريموف السي اي بلس، وين بروحه؟ طب بدنا نشيل الكالسيوم، وين بنروح بالكالسيوم؟ بنروح بنحطه عند الاس ار محل ما كان عادي، after the action potential ends. ايش بصير عندنا بعدين؟ التروبوميسين بلوكج ريستورد، لانه خلص شلنا السي اي بلس 2 بيرجع بتغطى البايندينج سايتس، فات بلوكس اصلا مايوسين بايندينج سايتس ان اكتين، كونتراكشن اندز والمصر ريلاكسس. تمام. هلا في منكم انعجب بهاي العمليه حتى وقت المحاضره وبعديها، فبدي ارجع اعيد لكم اياها، واتمنى هلا تكونوا فاهمين يعني نسبيا اتليست يعني 50%. هلا بدنا نرجع العيد، بس قبل ما احكي هلا نحن قلنا عشان المايوسين هد تنفصل عن الاكتين لازم نعطيها ايش؟ اي تي بي. طب سؤال، عمركم شفتوا حيوان ميت؟ بتشوفوا انه هو ايش؟ بكون ريجيد او بكون ستيف، اوكي؟ بكون يعني عضلاته فيكست، يعني اذا حاولتوا تمسكوا حتلاقوا انه زي كانه شارد بحاله. طب كيف هاي؟ ليه هيك صار الموضوع؟ هلا هاي الظاهره بنسميها ريجر مورتس، اوكي؟ ريجر مورتس اللي هو ايش؟ اتس كوزد باي ا لاك اوف نيو اي تي بي، خلص بكون مات ما عندوش انرجي، فبالتالي ما اجى اي تي بي انه تو بايند للمايوسين هيدز عشان المايوسين هيدز ينفصل. تمام. فالمسلز بضلهم ستيف لانه المايوسين هيدز ضلهم باوند للاكتين. هلا نرجع نلخص كل شيء حكيناه. بسم الله، حلخص لكم على هاي لانه قلت لكم اوضح، وهلا بتكون وصلتكم الفكره اللي بدكم اياها. فهون نشرحها على السريع. هاي السينابتك تيرمينال تبع الموتور نيورون، هاي قلنا اسمها نيورو ماسكيولار جنكشن. اوكي صار عندنا العمليه، اجت الاسيتيلكولين اتس ريليس ات ذا سينابتك تيرمينال، بتروح وين؟ ترتبط للريسبتور بروتينز بتكون موجودة على سطح الساكرومالا.
ايش بصير عنا؟ بتعملنا اكشن بوتنشل، بالتالي بدخل عنا الصوديوم لان A بلس، وبعملنا depolarization. اوكي، والاكشن بوتنشل قلنا propagated along isochromella وال T-tubules. اوكي، وهي هون زي ما انتم فرجيكوا down the T-tubules بتنزل لتحت. ايش بصير عنا بعدين؟ ثالث خطوة بتصير انه الاكشن بوتنشل triggers ال CA plus 2 اللي هم ال voltage gated CA plus 2 channels، بعملوا لنا ريليسينج للكالسيوم من الاس ار لوين؟ للمايوفايبرز، يعني للساكرومينز ولكل هاي الاشياء، بتدخلها لجوا. بس هناك انا حاكيين سايتوسول، بس انتم كمان بدنا نفهموا انه دخلت لوين؟ لتكون دخلت للمايوفايبر سوري. تمام، تيجي بتدخل لجوا، بصير عندنا ايش؟ الكالسيوم انتقل، بعدين بده يرتبط، بروح وين؟ على التروبونين سوري بالثين فيلمنت، برتبط فيهم. ايش بعمل لنا التروبونين سوري؟ هلا it bound to the troponin، بالتالي التروبونين changes shape ف it removes which is the blocking action of the tropomycin، بالتالي ال binding sites تبعون الاكتين صاروا open او exposed. اوكي، فايش بصير عنا؟ الميوسين بتصير عمليه هاي الكروس بريدج اللي حكيناها قبل شوي، ترتبط، بصير عن الفورميشن، كل هاي الأشياء كوبلد مع الـ ATP هيدراتز بصير عشان يصير عندها الطاقة إنها ترتبط. وإيش بصير عنا؟ الـ slides thin filament لوين؟ toward the center of the sarcomere، بالتالي بتصير يعني زي كأنه shortening، بدي فهموها إنه it's brought all together، فصار عنا عملية الـ contraction هون. بعد ما تخلص هاي الـ action potential، الكالسيوم دوين بيرجع ينتقل للـ SR. تمام؟ ف it's removed by active transport للـ SR، كنت تعرفوا طبعا مهم، انا نسيت هاي الخطوه، انه باي اكتف ترانسبورت كانت تحتاج طاقه، باي اكتف ترانسبورت للاس ار كمان مره. واخر شيء ايش بصير عنا؟ خلص وانس السيتوسوليك سي اي بلس 2 از ريموفد، برجع كمان تروبوميسين كمان مره ات بلوكس المايسين بايندينج سايتس، بخلص عمليه الكونتراكشن هيك، والمسل فايبر ريلاكس. وزي ما قلنا كيف بنشيل المايسين هيدز فروم الاكتين، نحتاج اي تي بي. ما صار عنا هاي العملية، إيش بصير عنا؟ ريجر مورتس. هيك بكون خلص شرح هاي العملية، وأي حد طبعاً ما فهم أي جزء من أجزائها من 1 لـ 7 أو هون من 1 لـ 6، بغض النظر أي جزء ما فهمتوها تعالوا احكوا لي، هي بسيطة بس هي لأنه الرسم معجوقة هون شوي أوضح، فأنتوا إلا يعني تنعجوا شوي. وهي هدول الصور وقفتلكم طولتلكم شوي عندهم بس عشان تفهموا عشان تستخدموها كمرجع مو غلط. هلا بدنا نحكي عن ايش؟ خلصنا هاي هذيك العمليه، بدنا نحكي عن الموتر يونت. هلا يونت معناها وحده، تمام؟ بدنا نحكي عن الوحده اللي بتكون هاي اللي لها دخل بالموتر الحركه. هلا اول شيء بتعرفوا ايش الموتر يونت؟ بنعرفها كيف؟ ان هي عباره عن ايش؟ الموتر نيورون وول مسل فايبرز ات انيرفيتس. يعني ايش يعني انيرفيتس؟ معناها ستيمليتس. فهي عباره عن الموتر نيورون وكل المسل فايبرز اللي بتعملها ستيمليشن، اوكي، اللي بتودي لها الانبوت. هاي الموتور نيورونز جاب سيرة الدكتور ومو مكتوب هذا الاشي، ان الموتور نيورونز في لهم انواع الفا بيتا جاما كل هاي الاشياء. اللي لها دخل بالموتور نيورونز اللي نحكي عنها اللي هي نوع الفا، تمام. هلا الموتور نيورون بدكم تعرفوا انه هلا ايش الوظيفه، ايش الحركه اللي بتصير هون؟ انه كل مسل فايبر تاخذ انبوت من اسنجل موتور نيورون، وبعملوا لنا سينابس كل هاي الاشياء، وعشان تنقل لها انه الانبوت عشان تعرف شو تعمل، انه كونتراكشن ولا اكسنشن ولا هيك. هلا بدكم تعرفوا انه ايش؟ هلا طبعا احفظوا الصوره اكيد، انه هاي منطقه السباينال كورد اصلا لقدام حيبينوا بالتفاصيل بالجزء اللي وراء. بس هاي السباينال كورد، هاي الدورس الروت، الفنتري الروت، فنتري الهورن، سيل بودي، موتور نيرف اكسن. هلا هدول اصلا قلنا الدكتور انه بالاناتومي حنوصلهم، بس انتم زي ما قلت لكم انه دائما كل حدا بيحكي انه الفسيو بيجي، وحتشوفوا اذا نزلوا انه سنوات وهيك اصل سنوات، انه كلهم بيجوا من السلايدات وما بترك إشي الدكتور غير جايبه من اول سلايد لاخره. فادرسوا احفظوا يعني اجزاء ما بتخسروا شيء، كلهم اكثر من جزء. هلا ايش بدنا نحكي؟ في عنا بنقسم الموتور يونتس حسب الحجم لارج وسمول. شو الفرق بيناتهم؟ هلا نحكي اول شيء عن اللارج موتور يونتس. اول شيء كم تعرفوا انه required for powerful movements، يعني منطقيا لارج، يعني هلا اللارج طبعا موتور يونتس بيكونوا بتكونوا من مور مسل فايبرز. هدول المور مسل فايبرز بكون ليه بنحتاجهم؟ ليه بكون لارج؟ لأن أول إشي بنحتاجهم فور باورفل موفمنتس، يعني لما تحرك إجرك عضلات إجرك بكون مور باورفل، فبتحتاج لارج موتور يونتس. تاني إشي نيرف فايبر يوجوالي إنيرفيت
100 or more muscle fibers per motor unit. يعني الستيميليشن اللي بصير هون مش لكم من muscle fiber، بكون عادة مئات أو حتى أكثر من muscle fibers لكل motor unit. أنتوا تخيلوا كم من motor unit فيه؟ نفس الإشي هيك. هلا small motor units إيش الفرق؟ إن small motor units أول إشي required for small and delicate and precise movements، فبكونوا هداك leg muscles powerful وبغض النظر يعني powerful بقوتها. المهم small motor units بكون small movements وإيش كمان delicate and precise، يعني بتكون دقيقة وصغيرة. يعني تاني إشي قم تعرفوا إنه هناك حكينا إيش، إنه حتى بيكونوا 100 or more muscle fibers، هون بيكونوا a few muscle fibers. والمثال اللي وين هناك حكينا بالعضلات الإجريين زي مثلا thighs وهيك، هون المثال اللي هم the muscles that position the eye. العضلات اللي بالعيون نفس العضلات بالإجر أكيد لا، وبالعيون بيكون بدهم more يعني precision، بيكون smaller بيكون delicate. عشان هيك حاولوا أنتوا احفظوا المثال وبعدين كل إشي بصير منطقي. هلا بدنا نحكي عن إيش الفانكشنال تايبس اوف سكيلتال موسل فايبرز. هلا عرفنا شو هم من ايش بتكون سكيلتال موسل، وعرفنا الوظيفه تبعته، وعرفنا الموتور يونتس اللي بيكون فيه، في عنا انواع وكل هاي الاشياء. هلا كمان بتنقسم السكيلتال موسل فايبرز لنوعين، عنا فاست كونتراكتنج بنسميهم فاست تويتش، وسلو كونتراكتنج فايبرز سلو تويتش فايبرز. هلا عاده الفاست كونتراكتنج بيكون لونهم عبياض، والسلو كونتراكتنج فايبرز يكون رد، وهلا حنشوف ليه. هلا وش هم بتعرفوا هلا هاي، هلا من هون اصلا نخلص هذا الجزء كله حيكون عباره عن مقارنات. فاول إشي الفاست كونتراكتنج او فاست تويتش فايبرز بكون حجمهم اول إشي لارج، وذي كونتين اكستنسيف سايكوبلازم ريتيكولم. لما نحن قلنا اس ار ايش وظيفته؟ ات هاز ستورج فور كالسيوم. وبالتالي ايش انتم منطقيا لما بدنا نعمل له فاست كونتراكتنج يعني بسرعه كثيره، اكيد حيكون بدنا كالسيوم أكثر، وبالتالي حيكون عندنا extensive cytoplasmic reticulum، وعندنا إيش less extensive blood and mitochondrial supplies rapidly fatigue. أوكي، فبكون tired fast و no extensive blood supply، ما بكون عندنا enough blood supply وبصير عندها fatigue أو it gets tired fast. أوكي، عشان هيك by the way حكينا إن لونهم بكون عبياض لأنه ما بكون عندنا extensive blood، فبيجي لونه إنه مش حمار زي slow contracting fibers بكون فيهم rich blood. هلا كمان معلومه، هدول الفاست كونتراكتنج بيكون ادابتد للبريف اند باورفل موفمنتس such as jumping، يعني زي وين زي الاجرين، فبكون هم ادابتد زي مثلا النط، بكون بدهم باورفل موفمنت وبنفس الوقت بريف يعني على السريع هي هالنقطه، فاهمين علي؟ فبالتالي عشان هيك نحن ما بنحتاج انه نحط اكستنسيف بلود او انه الميتوكوندريال سبلاي يكون كتير كتير كبير وانه ما يصير له فتيق. اوكي، فعشان هيك بدهم تحفظوا طبعا الفروق، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. هلا slow contracting fibers عكس كل إشي بالفاست contracting، أول إشي smaller rich blood عشان هيك لونه أحمر، و rich mitochondrial and myoglobin و less amenable to fatigue، ما بتعب as much. by the way الميوغلوبين نفس الهيموغلوبين بس بكون وين موجود بالمسلز، والفانكشن تبعه إنه to supply oxygen عشان يصير عنا aerobic respiration. هلا أنتوا بتعرفوا إنه عنا aerobic respiration و anaerobic respiration اللي هي التنفس الايروبيك ريسبيريشن. ايروبيك يعني ايش؟ بحتاج اكسجين. انيروبيك ريسبيريشن اللي بصير وقتها فيها الفيرمنتيشن اللي ما بكون فيها اكسجين، اخذتوها بالبايو. فانتم مبدئيا ايش المهم تعرفوا ان الميوجلوبين ايش وظيفته؟ نفس الهيموجلوبين بس بكون موجود في المسلز، فبالتالي ايش سبلاي اكسجين لتصير عمليه الايروبيك ريسبيريشن. وقلنا لس امنبل تو فيتيك. هلا adapted for ايش؟ continual contraction، عشان هيك it needs blood واكسجين بطريقه اكبر لانه continual بتضلها مستمره. وثاني شيء شو اسمه ايش كنا بنحكي انه extensor muscles اللي هو مش flexing، تمام؟ extensor عكس flexing. نكمل نحكي ايش هون نعمل introduction. عندنا هلا عرفنا ايش skeletal muscles، عندنا كمان cardiac muscles وعندنا السموث ماسلز. بدنا نعمل هنا مقارنه بيناتهم كلهم، من هون نخلص هذا الجزء حيكون كله عباره عن مقارنات. هلا اول شيء بدكم تعرفوا بدنا نقارن هلا اول شيء بين السكيلتال والكاردياك ماسلز. اول شيء بدنا نعرفه انه ايش بوث سكيلتال اند كاردياك ماسلز ار سترايتد. شو يعني سترايتد؟ يعني مخططين. هلا من ورا ايش؟ طبعا من ورا الاكتين المميزين. هلا هاي اللي انتم شفتوها اول شيء فرجيكم،
زي ما انتم هون شايفين، طلعوا كيف بيكون منظر المايوفايبرل انها مخططه، تمام؟ او يعني المصل من خلالها ليه بيكون هيك منظرها؟ بسبب الساركومير. انه ايش بيكون فيها؟ بيكون فيها ثيك فيلمنتس وثين فيلمنتس من الاكتين والمايوسين، فبطلع منظرها طلعوا كيف زي كانها ايش مخططه. فبيحكوا لك انه نفس الشيء السكلت المصل والكاردياك مسلز الاثنين ار ستريتد، لانه ايش الكونتراكتايل يونتس تبعونهم مكونين من الاكتين والمايوسين، ونفس الشيء عندهم زد ديسك او بنسميهم اللاين او وات ايفر، انه نفس المكونات. ثاني شيء الاثنين عندهم ترانسفيرس توبيل. ثالث شيء السكلت المصل فايبرز نعتبرهم ايش؟ electrically isolated. اما الكاردياك مسل فايبرز electrically coupled by intercalated discs او يعني gap junction. هلا مش رح كيف لما احكي لك انه skeletal muscle fibers electrically isolated ايش معناها؟ انه كل مسل فايبر بالskeletal muscle fibers عبارة عن ايش؟ each one needs an individual signal. يعني كل واحدة بتحتاج، عشان هيك بنحكي isolated يعني منعزلة، فكل واحدة بتحتاج individual signal عشان ايش؟ عشان تصير contraction. اما الكاردياك مسل فايبرز بتقولهم electrically coupled، يعني if one contracts مثلا بالقلب all muscle fibers الباقيين contract along، تمام؟ فعشان هيك coupled بنسميهم انه مع بعض. وايش الاشي اللي بربطهم؟ الانتركاليتد ديسكس اللي هم من خلال gap junction اخذناه بالهستو، تمام؟ هلا كمان ايش بحكي لكم اياه؟ انه sarcoplasmic reticulum بكون وير more developed بالskeletal muscles بالنسبة للكاردياك مسلز، بكون أكثر بسكالت المسل. هلا وين؟ طب سؤال أنتم منطقيا لما تقعدوا تفكروا بالموضوع، بما إنه مور ديفلوبت بالسكالت المسلز بالنسبة للكاردياك مسل، الكاردياك مسل وين بجيب الكالسيوم؟ بجيبه من ساركوبلازمك ريتيكولم، ومن وين؟ كمان إكسترا سيلولي، يعني من الخارج. عشان هيك بنحكي إنه it's less developed بالكاردياك مسلز، لأن عندها أصلا two sources إكسترا سيلولي وساركوبلازمك ريتيكولم، تمام؟ هلا كمان ايش بدنا نحكي عن النيرف سبلاي. السكلتال مسلز النيرف سيميليشن بيكون ريكوايرد فور كونتراكشن، يعني بتحتاج اوردرز، بتحتاج انها يوصلها اوردرز، تمام؟ الكاردياك مسل نيرف سيميليشن از نوت ريكوايرد تو انيشيت كونتراكشن بس امبورتنت تو موديفاي الكونتراكشن. يعني ما بتحتاج نيرف سيميليشن او انه ينبعث لها اوردرز ان تصير عمليه الكونتراكشن، بس ايش المشكلة؟ محتاجه مش عشان يعمل contraction بس عشان يعمل modification للcontraction، يعمل يعدل على الcontraction، يعني يسرعه يا يبطئه يا هيك. بمعنى لو جاب لك الدكتور انه اذا عملنا denervation، يعني شلنا النيرفز من اللي جاي toward the heart مثلا، ايش حيصير عنا؟ will it affect the ability to contract؟ لا، it won't affect the ability for the heart to contract، بس ايش؟ it will be at a steady speed، يعني at a fixed rate، ما رح يتغير. يعني اذا كان اوريدي مثلا سريع ورحنا ايش عملنا دينيرفيشن، يعني عادي حيضله يعمل كونتراكشن، بس ايش الفرق؟ ما راح يغير السرعه، حتضلها سرعه ثابته وهكذا، تمام؟ فعسري يعني نرجع نعيد انه ايش الفروق. بتشابهوا بموضوع انه الاثنين بيكونوا ستريتد وانه مكونين من اكتين مايوسين وبكونوا اتاتشد لزد ديسك. وثاني شيء انه بكون دي كونتين التي توبيولز اللي بيختلفوا بايش؟ انه السكلتال مسلز بيكونوا الكتريكلي ايزوليتد، بالتالي كل واحده بتحتاج a signal، يعني an isolated signal. أما الكاردياك muscle fibers بكون electrically coupled، بالتالي إذا واحدة وصلتها signal to contract الباقي كمان حيعملوا هيك من خلال intercalated discs اللي هم من خلال gap junction. sorry. هلأ تاني إشي قلنا إنه إيش؟ ال sarcoplasmic reticulum بكون كتير developed و very well developed بالskeletal muscle بالنسبة للكاردياك muscle. أما يعني وين بكون source of calcium بالskeletal muscle؟ بكون بس من ال sarcoplasmic reticulum. اما بالكاردياك مسل بيكون من السيركوبلازمك ريتيكولم بالاضافه للمنطقه الاكستراسيلولر. النيرف سبلاي الفرق بيناتهم من ايش؟ السكالت المسل النيرف ستيميليشن بيكون لازم للكونتراكشن، ما بصير كونتراكشن بدونه. الكاردياك مسل النيرف ستيميليشن از نوت ريكوايرد تو انيشيت كونتراكشن، يعني ما بحتاج انه يصير انه يوصل اورز عشان يصير عن الكونتراكشن، بس امبورتنت تو موديفاي يغير الكونتراكشن، تمام؟ هلا بدنا نحكي واخر شيء عن السموث ماسلز. هلا السموث ماسلز بدكم تعرفوا ايش الجنرال كاركترستكس تبعونه، ايش الاشياء يعني المواصفات تبعونهم. انه اول شيء نون ستريتد، تمام؟ ما بكون منظرهم انهم مخطط، عشان هيك اصلا سموث معناه ايش؟ معناه ناعم او املس، تمام؟ عشان هيك انه ما ببين عليه انه مخطط.
بنعتبرهم involuntary يعني لا إرادية. أوكي، لما نحكي involuntary يعني لا إرادية، يعني إيش أنتم على طول تربطوها إنه إيش؟ بالتالي nerve stimulation تبعها زي الكاردياك مثلا، زي هون سوري زي هون. ف nerve stimulation is not required to initiate contraction but important to modify its contraction. بعتذر، أيوة يعني زي الإيش بهاي، يعني بهاي النقطة زي الكاردياك مثلا. فأنت هلا بدكم تصيروا تقارنوا، فاهمين علي؟ النيرف ستيميليشن از نوت ريكوايرد ايها انه تو انيشيت كونتراكشن بت امبورتنت تو موديفاي اتس كونتراكشن زي الكاردياك. ات داز نوت كونتين تي توبولز وذا كونتراكتايل يونتس كونتين اوفرلابد اكتين مايسين، بكونوا اوفرلابد زي ما انتم شايفين، هاي الاكتين فيلمنتس وهاي المايسين فيلمنتس بكونوا داخلين ببعض. وايش اللي بيمسكهم؟ الدنس بوديز، انه بدال الزد ديسك نحكي انه ايش الاكتين فيلمنتس ايش بكون عاملهم انكرنج، ايش بكون ماسكهم؟ الدنس بوديز. والسايكوبلازميك ريتيكولم تبعه بيكون poorly developed، والكونتراكشن بيعتمد على الاكستراسيلولار كالسيوم، يعني بيكون موجود بس poorly developed، بس اكثر شيء اكثر اعتماد عليه للانقباض بيكون على الاكستراسيلولار كالسيوم. هلا في عنا نوعين من السموث ماسلز، عن الفيسرال او يونيتري اللي هو ايش معناه؟ انه بيكون الكتريكال كوبلد، بمعنى انه مع بعض. فهدول بيكونوا ايش؟ زي الكاردياك ماسلز، او زي ما قلنا انه باي جاب جانكشنز، وبكونوا هدول abundant وين؟ بمنطقة ال gastrointestinal tract اللي هو بيكون موجود يعني بالمنطقة الأمعاء. فإيش قلنا؟ إنه أول إشي قلنا زي ما شفتوا إنه unitary. تاني إشي multi unit، هدول multi unit بكونوا electrically isolated زي مين؟ زي skeletal muscles، بكونوا capable of independent contraction from each other زي وين؟ زي منطقة الإيرس والسيليري بودي اوف ذا اي، موجودين هدول بالعين. اوكي، مثلا السيليري بودي اللي هو ايش وظيفته؟ بيعمل لنا ريجوليشن لللنس للعدسه. اوكي، فعنا نوعين من سموث ماسلز، واحده تكون الكتريكال زي الكاردياك، ونوع ثاني بيكون الكتريكلي ايسوليتد زي السكلتال ماسل. هيك بكون خلصت لكم السكلتال ماسل فيسيولوجي، وان شاء الله بقرب وقت حنزل لكم اول جزء من النيرفس سيستم. وأي حدا زي دائما عنده أي سؤال، عنده أي استفسار، في إشي حكيته بسرعة، إشي كتير سعجل فيه وما فهمته، أي إشي من هون من وين ما بدكم، يعني من أول 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 إشي لآخر إشي ما فهمته قولولي، وأكيد ما رح أقصر معكم. بالتوفيق.